وبركاته. مشاهدنا الكريم، أهلا بحضرتك في رحلة جديدة من رحلاتنا اليومية في شهر رمضان المبارك وبرنامج الفقه وحياة. وباسمكم جميعا مشاهدين الكرام نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم للبرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم، وفقكم الله وتقبل أعمالكم. مشاهدنا الكريم، إن شاء الله بإمكانك بعد 10 دقائق من الآن، 12 دقيقة من الآن، الاتصال والمشاركة وطرح السؤال بإذن الله تعالى، وسماحة السيد هنا سيجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. أي سؤال مرتبط بشهر رمضان المبارك إن شاء الله، من خلال الاتصال على أرقام هاتفية أو إرسال رسائل. نبدأ دائما سماحة السيد مع آية مباركة أو جزء من آية. اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تفضل سيدنا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال مجموعة آيات كريمة في القرآن الكريم تتحدث عن جنود الله. نعم. وفي حوادث مختلفة. مرة نجد أن الله سبحانه وتعالى يعتبر أن النار التي تضرم لإبراهيم جند من جنود الله. نفس النار. نفس النار. حيث أن القوم كلهم واقفون على أنه يحرق إبراهيم في النار، وإذا الله سبحانه وتعالى يقول كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بحد ذاتها صارت النار هي المنقذة والداعية والمبشرة، وعموما هي المخلصة لإبراهيم، مع أنها نار محرقة. نعم. يصبح جند مخلص. الماء الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، موكل له. نعم. وإذا هذا الماء يصبح جند من جنود الله لإغراق قوم نوح. نعم. صار جند يقتل به أعداء الله. وكذلك آل فرعون سيدنا. أحسنت. البعوضة التي في واقع الحال لا قيمة لها، تصبح جندي من جنود الله في قهر نمرود والضفدع والنمل والقمل، تصبح هذه جنود لله في تخليص بني إسرائيل أو في بيان أحقية موسى في مواجهته. نجد العنكبوت جند من جنود الله حتى يخلص محمد صلى الله عليه وآله من قريش. ماذا أقول؟ هناك أمور لا يتوقعها الإنسان تصبح مخلصة وتصبح مهلكة. كذا أحد الإخوة قال سيدنا، هاي قصة جديدة يعني قبل أسبوع نقل ليها أحد الإخوة، أنا كنت في زيارة إلى السيدة معصومة سلام الله تعالى، وكان هو صاحب تاكسي يعني. قال سيد، ابن عمه الوحيد الذي نجا من سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران. تعرفون أنتم طائرة أوكرانية ضربت بصاروخ اشتباه يعني خطأ، فقتل جميع الركاب باستثناء هذا الشخص. باستثناء هذا الشخص ابن عمي. قلت كيف؟ شوفوا إخواني قصص جميلة بس هي صافن. قلت له كيف؟ قال سيدنا ابن عمي طلع من البيت قبل الطيران بخمس ساعات حتى شنو؟ حتى يروح المطار، وإذا بالطريق صار أكو مشكلة في السيارة، سيارة تاكسي مشكلة، ولا أحد في على حال في الطريق يقف لهؤلاء، والساعات تنقضي وهو جدا عصبي للسائق وللكذا،
لأنه الطيارة راح تفوت. أحسنتم. يقول سيدنا ما أذكر لك شنو الحالات اللي مر هذا الولد في انفعالاته وفي كذا وسبه وشتمه، وتبين أنه رب العالمين لا يريدها أن يركب هذه الطائرة. الله لا يريدها أن يركب هذه الطائرة. وكان البنشر أو كان العطل في السيارة جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وبعدين أصلا ما صعد بالطائرة بلي، يعني بعدين فهم أن الطائرة بس قلعت من المطار ضربت بصاروخ وانتهى من فيه. نحن لا ندري هذا الفيروس جندي من جنود الله. نعم كان جندي من جنود الله، لمن على حال اغتر، لمن تكبر، لمن تجبر، لمن نسي، لمن كذا، ولكن في النهاية الكل رجع إلى الله. تتذكرون؟ نعم. في أوروبا صوت الله وصوت الأذان وصوت الكذا، وحتى أنهم قالوا أن حلول الأرض قد انتهت وبقيت حلول السماء. تتذكرون المقولة؟ نعم. هذه كلها جرس إنذار أيها الناس، ترى إحنا ندبر الأمور باللي إحنا نشوفه. أخي الكريم عزيزي المشاهد الكريم، كثير من القضايا تحصل في حياتنا، كثير من الأمور اللي نكرهها تحصل في حياتنا، قد تكون هذه في الواقع واحدة من جنود الله. ما أدري ليش، ما أدري ليش. يمكن احنا نتأذى بالبداية لما بني هي هاي المشكلة، هي هاي المشكلة، لأن لا نعلم الغيب، لا نعلم الغيب، ولذلك لا ندري ما الذي خبأ الزمان لنا و قسم الله لنا، لا ندري، فلذلك ننفعل. نعم. ونتأذى. مولانا كم حادثة صارت عندنا تأخرنا عن موعد. أنا شخصيا كان عندي موعد في مكان وكذا، تأخرت. سبب التأخير مو ببالي شنو كان، ولكن في النهاية عدم ذهابي إلى ذاك المكان في الوقت المحدد كان في مصلحتي. في وقتها كنت حضرتك منزعج ليش تأخرت وفاتني شيء، خصوصا أنا في مسألة الأوقات جدا حساس. فتبين أنه قلت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يا رب أنت الحافظ. كان حادث مروع يعني، الله سترنا. يعني كم من أصدقاء لم يصلوا إلى جماعتهم، أرادوا أن يخرجوا يذهبوا، قال والله السيارة طلعت علي وأنا تأذيت وكذا، وركبت بسيارة ثانية وأنا كان المفروض أركب السيارة الأولى. تبين السيارة الأولى فيها أمر سيحصل، الله لا يريدك أن تكون في تلك السيارة. زوجة أردتها، أحببتها وعشقتها وكذا، ولكن ما صارت، ما صارت. وتبين أنه بعد فترة هذه الفتاة فيها كذا وكذا وكذا، وهي غير مناسبة. وترفع ايدك الحمد لله الذي لم يقسمها لي، مع انه انت بشيت ولطمت ووسطت وعتبت الله، بس الله يقول لك بابا انت توكل علي، خلي الامور وراي. لذلك هذا الامر انه نرجع الامر الى الله، نتوكل على الله ونعطي. شوفوا اخواني شباب، ارضه، شايفين الارضه؟ ما شايفيه؟ أنا شايف الأرض. شايف الأرض؟ نعم. أنا شايف النملة بيضاء صغيرة تأكل بالخشب، تأكل بالكذا. هذه الأرض خلصت، خلصت المسلمين من تلك شنو اللائحة التي كتبها قريش، تذكر؟ نعم. بس بقي باسمك اللهم، والحصار الذي كان عليهم انتهى. كثير من القضايا، فيل يأتي به أبرهة يوصل إلى قريب مكة، الفيل يوقف. أسمي تمرد الفيل، جند من جنود الله أن يتمرد الفيل ما يتقدم، ولا الفيل كان ينهي كل شيء. فجند من جنود الله أن يكون فيلا، أن يكون بعوضة، أن يكون نملا، أن يكون على حال ماء فيضانا، أن يكون شو اسمي، ان يكون قسوه، يخلي هذا يجيبها،
القسوة بعض الأحيان من الظالم قد يكون جندي من جنود الله. نفس القسوة، نفس القسوة. أكو عبارة نسمعها بين الناس سيدنا، أنتقم منه وأنتقم به على الظالم. بلي بلي بلي. نعم. نفس القسوة هي مخلصة، هي مخلصة. أجيب لكم مثال لطيف، مثال حلو. نعم. فرعون هواية قسوي بني إسرائيل، أي طفل كذا قتلوا، أي واحد أبقر البطون، لأنه جاتني الكهنة وكذا وقالوا أنه راح يولد ولد هلاكة كبيدة، فأبقر البطون قتلوا الكذا مدري إيش. ولكن هذه القسوة والشدة جعلت أم موسى في ضيق، وين تودي طفل يبكي، طفل كذا وين تودي وين تودي. وأوحينا إلى أم موسى أن ألقيه في اليم. شون ألقيه في اليم؟ شي خصش إتي، خلي يمنا. نعم. ألقته في اليم وقلبها شنو؟ راح وياه. وين أخذ رب العالمين؟ أخذه إلى بيت فرعون، إلى بيت فرعون، وجعل قلب آسيا جند من جنود الله أن يخلصه. أخي مرتضى، شوي لو إنسان يتدبر هالقضايا يغمره الخشوع الصافي. جل جلاله، جل جلاله. بس إحنا نغفل، يعني لو نقعد نتدبر وحدة وحدة، الحوت هاي، الحوت العظيم، حوت عظيم هالك مهلك، يكون مخلص ليونس. وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك أني كنت من الظالمين. فنجيناه. بمن نجيناه؟ بالحوت. الحوت صارت وسيلة نجاة. نعم. أيها الأحبة، لا تكرهوا، لا تكرهوا الأشياء، قد تكون هي خير، ولا تستبشروا بالأمور المفرحة، قد تكون شنو؟ شر. نعم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا يعني إيش؟ معادلة الله. تعالوا خلنا نفهمها. شنو هي معادلة الله؟ معادلة الله أنه أيها الناس فوضوا أمركم إلي، وأفوض أمري إلى الله. التفويض لا يعني أنه الإنسان ما يدبر أمره ويهيئ تفاصيله. إحنا لسنا من المفوض بذاك المعنى، أنه لا 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 لا، أعقلها وتوكل. نعم. سامعيه، أعقلها وتوكل. خلينا نختم هذه الفقرة بهذه القصة سيدنا. أعقلها وتوكل. جميل. إجا واحد إلى المسجد وخلى الناقة مالته، ودخل وين؟ دخل للمسجد يصلي، طلع شاف الناقة ما هي، قال شلون هالشكل؟ أنا علي حال وضعتها متوكلا على الله، شاء الله شلون ما حفظها؟ شلون الله ما علي حال ما رحمني؟ فسمع رسول الله قال: يا هذا، هل عقلتها؟ يعني استدرجلها. العقال يعني استدرج. هذا العقال كان يسدون به شنو؟ نعم. رجل الناقة حتى لا تمشي، وحدة ناقة. هلا عقلتها وتوكلت؟ يعني أنت سدها وقول يا ربي عليك راح تبقى، سوي اللي عليك. أما أنت تخليها والحيوانة تمشي وتروح وتشوف الكذا. فأقول: اعقلوها وتوكلوا، واجعلوا الأمر لله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله أحسنت. بصير بالعباد. نعم المفوض ونعم الوكيل. أحسنتم سماحة السيد. إذن مشاهدنا الكريم، الآن عودة لمشاركتكم والاتصال من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وعلى بركة الله نبدأ باستقبال هذه الاتصالات. وما أسرع ما التحق بنا الأخ عبد الواحد في اتصال أول. عبد الواحد أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمكم الله. بس عندي سؤال على موت الشغل. تفضل. أنا بيتنا بديالة وقاعد ببغداد، يعني إخواني ببغداد وبيتنا بديالة. نعم. وشغلنا بالعمارة بالكوت، نبقى مرات 15-20 يوم، وبالبيت أبقى 15 يوم أو 10 أيام، إيش حسب الشغل يعني. نعم. مثابت يومين ممكن، بس الوقت يصير من 15-20 يوم، مو تكون أروح بين يوم ويوم أو كل 10 أيام. واضح. زين، سؤال عبد الواحد، صار لك شغل على هذا الوضع انت؟ صار
صار تقريبا سنة كاملة؟ ايه واضح. وتتوقع ايضا مستمر على هذا العمل صحيح؟ ان شاء الله ان شاء الله تمام. عندك سؤال اخر عبد الواحد؟ لا شكرا. عندكم مداخلة سيدنا خصوص السؤال؟ شكرا لك عبد الواحد، تحياتي لحضرتك، تسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل من سماحة السيد. عندنا اتصال من منو؟ أم عباس أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم إن شاء الله عليكم. الله يبارك فيكم. حياكم الله، يبارك بيكم ربي ويحفظكم إن شاء الله. تفضلي أختي. سيد أنا عندي أختي طلقت صار لها شهرين ومشوا عليها ناس، يعني جوز مشون عليها يخطونها بين ما تخلص العتاء، ويعني هاي الفترة اللي ما يصير. تمام، مشية مالت عرس داخل فترة العدة. أي. بدون بس ما يعقدون طلاق سيد. نعم زين. سؤال، هم راح يشوفوها مثلا أهل الطلاق الأول هذا لو الطلاق الأول لو الثاني هذا؟ لا الطلاق الأول. وهي في زوجها حتى سافر، يعني طليقها سافر ما يريد تبعها. ما يخالف بلي ما يخالف. اخو مداخله سيدة. لا لا واضح. تمام، هم ما تتطلب الموضوع ان يشوفوها لو لا؟ يعني هذول جديدين يشوفوها؟ نعم نعم. اكيد يشوفوها. خير ان شاء الله. شكرا جزيلا، تسمعين الجواب ان شاء الله اختنا الكريمه ام عباس، تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. عندنا اتصال من مجيد، تفضل يا اخي يا مجيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ سلمك الله. أنا معوض. نعم. عافاك الله. وحدة وإيدي وحدة عايبة. نعم. إيدي وحدة معوضة. نعم. ماني. ومن يصبون علي أخواني. نعم. للوضوء. أمسحها مرتين من هرطاحة أمسحها من حدا. صحيح، يعينوك اخوانك في وضوئك. لا يصبون علي دائما معوضه. صحيح. واضح. وامسحها من ارفعها وامسحها من حدا. زين. نعم. وسؤال ثاني. تفضل. انا هو معوض وحط حضري هنا اتوضا بالشطه وياها. شلون بس؟ ما على جسمه. بس عيد لي سؤال ثاني مو كلش واضح مجيد، شلون؟ انا معوض حالته حضري. نعم. الماوية وهذا قال الله سامع. يعني يصير عندك جنابة؟ لا هذا الماوية. ما أفهم. مو كلش واضح كلام الأخ يعني مجيد. يعني يستحي يقول حاشا الله سامع. شنو اللي صاير؟ مجيد حبيب. يعني احكي لي بوضوح فدوى حتى أسمعك وأفهمك. البول. إيه نعم. زين. أخلي حق شيء أو معون شيء هاي أتبول بيه أتشطه. نعم. آه. وحاجته متتبع هل يصير يقول أنا؟ شنو الثالث؟ للتواليت أمه تطلعني. أمك تطلعك بالتواليت. نعم. الله يعطيك العافية. سؤال ثالث. تفضل يا عزيزي. شو اسمه؟ هل يصير هاي مثل ويا الصلاة؟ هل يصير أذكر هاي شهدنا ولي الله ولي علي؟ أنا ما أذكره. يعني بالصلاة لو بالأذان؟ لا ما ذكرنا بس قبل الله وكبر وقبل. واضح. شكرا جزيلا كريم. ها خير وبركة إن شاء الله، تفضل استمر. أنا معوض حالتي ضعيفة بالكد من عندك سيدنا تأخذ رغم بالذبة بالعتبات هاي. أنا أدعو لك إن شاء الله بالشفاء والصحة وراحة البال إن شاء الله. خدمت. شكرا جزيلا. اتصلت عليك. نعم. الله يبارك. إن شاء الله تسمع الإجابات. والله يقول المخرج خاضن على عربانة وهاي أو من هي. الله يوفقك ويعينك ويشافيك يا أخي الكريم، وشكرا لك على اتصالك يا أخونا الكريم يا مجيد، وتسمع إن شاء الله الإجابات على أسئلتك وعلى أيضا مداخلاتك. عندنا أيضا مشاركة أو اتصال من يوسف، تفضل يا يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله سيدنا، حياك الله أخي يوسف، منا ومنكم إن شاء الله. أهلا وسهلا يوسف، تفضل سؤالك عزيزي. بيت جدي عندهم قطعة كهرباء باعوها. نعم. وقلت لهم هذا أمي توفت. نعم. وجدي توفت. نعم. وجدتي توفت. نعم. وعندهم قطعة أرض باعوها.
ما بتشدونا وعاه 90 مليون. نعم. وزعوها بس على السلم. يقول والله احنا البزون بس على السلم. لا إله إلا الله. النسوان ما إلهن. لا إله إلا الله. هي قطعة زراعية واضح واضح واضح. عندك سؤال آخر أخي يوسف؟ ناديتهم أنا قلت لهم أنا اعطوني حصة أمي. قالوا أمك ما لها حصة. والدتك توفت قبل لا تصير التركة لو بعد ما صارت التركة؟ نعم. والدتك توفت قبلهم لو بعدهم؟ لا والدتي كانت موجودة. نعم واضح. عندكم مداخلة سيدة؟ واضح سؤالك أخي يوسف، إن شاء الله تسمع الإجابة عليه. تحياتي إليك وشكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك. عندنا اتصال من سلام، بس قبل لا نأخذ اتصال سلام سناء قبل أن نأخذ اتصال سناء، نطلب من الأخوة الكرام المتصلين لطفا أن يكتم يا أخي صوت التلفزيون لما يتصل بنا، أو ينتقل إلى مكان آخر غرفة ثانية، لأنه بصراحة أحيانا سؤالك ما يكون واضح عندنا فتكون الإجابة مو دقيقة. يعني سناء أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله أختي، حياكم الله، تفضلي سؤالك. عندي سؤال بقية الشيخ ممكن؟ نعم يسمعك السيد تفضلي. أنا كانت كنت بصف سادس ابتدائي. نعم. أنا أصلي وصوم. نعم. الحقنة كبرت وصارت عندي تسدد بثلاث شريانات. نعم. وذبحة صدرية. نعم. يعني لمدة 10 سنوات أنا ما أصلي، ما أصوم العصر. نعم. كان الصوم يأذيك؟ إي طبعاً. لأن نعم. ما أقدر أمشي، ما أقدر أتحرك، لأن يصير عندي وجع بصدري. لهذا ما أقدر أصوم. سويت العملية زرع الشريان والحمد لله والشكر، أصلي وأصوم والحمد لله والشكر، بس هل علي صيام السنين اللي فاتت لو لا؟ واضح سؤال. واضح جدا. شكرا جزيلا. حياكم الله أختي الكريمة، يا أهلا وسهلا. عندنا اتصال من أبو حوراء، تفضلي أبو حوراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام خاطر السيد، الله يحفظه السيد رشيد. سلمك الله. يا أهلا وسهلا. تفضل. سيدنا عندنا عندي سؤالين إذا نعم. ممكن. تفضل. السؤال الأول يخص قراءة القرآن، هسا احنا صرنا في ابتلاءات، يعني واحد يقول لي نية التعلم، واحد يقول نية الحكاية، واحد يقول نية القصة، يعني حتى قلنا نختار قراءة القرآن في شهر رمضان. هسا لما تسمع الإجابة إن شاء الله، لما تسمع الإجابة أبو حوراء إن شاء الله راح تمشي على اللي راح يقوله السيد، صح؟ السؤال الثاني. تمام، إذا هذا راح تسمع جوابه بشكل واضح بحال الله، تفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، رجل أعطاني مبلغ من المال. نعم. وقال أريدك توزع ثواب إلى والدي. نعم. إجاز. فأنا أخذت أقل من ربع المبلغ، اشتريت لي دجاج، ذبحته وانطيته لكم عائلة، والباقي المبلغ سلمته إلى مؤسسة، للمؤسسة مال مؤسسة خيرية، المؤسسة بالكامل يعني نسيت اسمها يا سبحان الله. المهم مؤسسة خيرية. العين مؤسسة العين. المؤسسة العين رحمة الله والديك، لأن أنا عندي وياهم اتصال وبدتهم أريد يكون أطعام للأيتام على روح فلان ابن فلان. هل هذا بإشكال العمل اللي سويته؟ واضح 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 واضح. تحياتي لك أخي الكريم أبو حوراء، وشكرا لك على اتصالك. تحياتنا لك أم عباس، أختي أبو عباس. أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا مريض. الله يشافيك إن شاء الله. مضروب جلطة دماغية. نعم. وما أقدر أصلي وأصوم. نعم. ايه جواب صلاة شلون؟ زين ليش ما تقدر تصلي؟ والله ما قاعد ما اقدر اصلي. زين تقدر عارف. تقدر تحرك ولو راسك شوية، تقدر تحرك ولو ايه حركة. تمام، راح تسمع اجابة السيد عن هذا الموضوع بعد قليل ان شاء الله. ابو عباس تحياتي من عليك بالسلامة والعافية ان شاء الله. تحياتي لك وشكرا جزيلا للحاج ابو عباس. عندنا اتصال من منو؟ فاطمة اختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا دائما ألاحظ من أروح لزيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه في القسم النسائي بالزيارة، كتب الزيارة للأسف النساء يكتبون الأسماء، مثلا قضاء حاجة فلانة بنت فلانة، ويترسون كل الكتب، وهذه الظاهرة هماتين موجودة أجلكم الله في الحمامات الخاصة.
في الصحن، وأيضا في الأبواب. هاني هواي دا لاحظ هذه الظاهرة وما أعرف شنو حكمها، ويا ريت رأي سماحتي السيدة. شكرا لحضرتك أختي الكريمة على هذه الإشارة المهمة، تسمعين الإجابة بإذن الله تعالى. عندنا اتصال من الأخت الكريمة أم أيمن. أختي الكريمة تفضلي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. سيدي طول عمرك إن شاء الله، صحة وعافية. الله يبارك فيك. سيد عندي أنا أقدر أقوم أقعد يعني عادي وأمشي وهاي، بس من أصلي أحط مخدة وأركبي. ليش؟ ركبي توجعني هواية، بس ما أقدر يعني أسجد على القاعة لا ما أخلي مخدة وأركبي، فمو يعني إشكال. واضح واضح واضح. يعني رحلة ما أريد يعني صراحة أقدر أقوم وأقعد، بس ركبي يعني أخلي. يعني ما تقدرين يعني تخلين سجادتك مثل البطانية؟ لا هي مو من أسجد المفاصل ما أركبي هواية، أنا عندي سوافان من أسجد توجعني يعني. واضح. ان شاء الله تسمعين الاجابه يا ام ايمن. وياك كنت تحاكيك على مذيع حامل. اي خدت. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اختي. بلا زحمه، انا حامل 6 شهور. نعم. واصوم يومين وافطر يوم واحد، يعني على مود الطفل، ويعني مجرد يعني خوف لا اكثر. كان عندي فقر دم ودا عالجه، بس ارجع يعني هذا اليوم الأفطر به، هذا اليوم الواحد أصوم يومين وأفطر يوم واحد، هو ما في إشكال هذا اليوم، وأنا حتى صحتي زينة يعني. سؤال أختي الكريمة، هذا اليوم أنت اختاريتي له الطبيبة قالت أنت لازم تفطرين يوم وصومين يومين لأنه صحتك ما تساعد؟ قالت لي علي تقدري له. علي تقدري له. أنت حسيتي نفسك من الصومين مسيطرة تقدرين؟ أقدر وما عندي أي مشكلة وما عندي أي شيء. بس أستفسر على هذا اليوم. حرام لو حلال مثلا. تسمعين الإجابة إن شاء الله. يعني قسمتها. شكرا بابا. اليوم إن شاء الله على صيام لو مفطرة. أنا صار اليوم صايمة يوم أفطرت. إن شاء الله تسمعين إجابة السيد. تحياتنا أختي الكريمة وشكرا جزيلا على اتصال حضرتك. متواصلين وياكم مشاهدنا الكريم في استقبال المشاركات والاتصالات، والآن اتصال من الأخت الكريمة أم هادي. أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله أختي، أهلا وسهلا. الله يسلمك، عين رمضان كريم عيني على الجميع إن شاء الله. الله يحفظكم أختنا، تفضلي. الله يسلمك عيني سيد فدوى. يعني أني أهلي وأخوي وأبوي يعني كل شهر كل واحد يعني كل مدة يسووني مشكلة. البارحة أبوي سواني مشكلة، ممنوع يقولوا بعد الطبين بيتنا. نعم. يقول ممنوع الطبين بيتنا، قبلها أختي قبلها أخوي ريشم، يعني متحكمين علي من كل الجوانب محاطين بيه. حضرتك متزوجة صح؟ إيه. بس أنتي بين الأخوة والأخوات لو بقية أيضاً. بس أنتي بس وياش هذا؟ إيه بس ويا، لأن أنا ما عندي بيت في كديسة وعلي. ما عندك إيش؟ بيت. بيت ما عندي، هم ذولاك كلهم قاعدين ببيت، ويعني أنا ما عندي إيش زي يتحكم بيه. يعني أنتي ساكنة بإيجار لو ساكنة ببيت أهلك لو شنو؟ لا بإيجار ساكنين وحدانا ورزلي وجهالي. واضح واضح واضح. إن شاء الله تسمعين الإجابة. إذا أطلع يقول طلعتي، إذا سويت حتى أخويا أطلع يعني يتهمني ويا الرجال، إذا أنخى رجال وأقول له يعني مأساسة شيء يقول لي عندك بعد فلان شيء ويا الرجال، مو يعني ده تبين يعني فلان حاضر. عجيبة يعني، بس أنت عندك مشكلة ويا الكل، كلهم هم مقصرين يعني كلهم مخطئين. كلهم وياك مو زينين؟ اي والله يا اخي انا اقول لك محافظين عليه من كل الجوانب. انا اقول لك لان اخذتني خالتي وهم ما رايدين خالتي هيك يدون علي. خير ان شاء الله. تسمعين ان شاء الله التعليق من سماحه السيد بعد قليل. تحياتنا لحضرتك اختي الكريمه وشكرا. اخر اتصال من منو؟ عبد السلام اخي الكريم حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا عبد السلام. مرحبا بكم، مرحبا بسماحه السيد. حياك الله، اهلا وسهلا اخي. السلام عليكم. تقريبا صارت 3 أو 4 أيام أنا كنت بحدي بالبيت وسمعت أذان، بعدين فطرت أنا. لحظة عبد السلام. عبد السلام بداية يعني سؤالك ما كانت واضحة، إذا تقدر تعيد سؤالك يعني بداية البيت واحدة في البيت سمع الأذان. وأذان المغرب بلي أذان المغرب سمعته. أحسن وفطرت بدون أن تتحقق، تبين أنه هذه أذان خطأ. أحسن مشكور. جيد زين السيد سمع السؤال. تحياتنا لك أخي الكريم عبد السلام، شكرا لك على اتصالك.
لأنه أنا ما سمعت السؤال سيدنا. خلي نبدأ من حيث انتهينا من اتصال الأخ عبد السلام. جناب الأخ يقول أنا في الواقع يعني مجرد سمعت صوت أذان. نعم. هو تخيل يعني بعدين كشف أنه تخيل الأذان أو أنه كان اشتباه السماعة كان اشتباه رأسا راح فطر. نعم. فليس على أي حال ليس صحيحا الإنسان أن يفطر قبل أن يتيقن من دخول الليل من دخول الوقت. فإذا سمع بأذان حصل هكذا أو حتى لو كان المؤذن بالخطأ يعني مؤذن العتبة يوم الأيام مثلا أذن قبل 3 دقائق وتبين أنه كذا فعلي حال هذه مسؤولية. أو أنه أنا حاط على مذياع مثلا في مدينة البصرة مثلا وأنا بالنجف وأذن وهذه الاشتباهات ليس فيها كفارة ولكن يجب القضاء. يجب القضاء. قضاء. لازم تقضي. تقول سيدي يعني راح علي اليوم علي حال. فلازم تقضي ما عليك كفارة. أحسنتم سيدنا. الأخ عبد الواحد ساكن في بغداد وبيته بديالة وشغلهم بالكوت. يقول أبقى 15 يوم وأروح 15 يوم. يقول صار لي سنة على هذه الحالة احتمال يطول. أحسنتم يعني. متنقل عمارة ديالة ما أدري كذا. كوت. فهو كثير سفر. على هذا الأساس كثير سفر عبد الواحد يصلي ويصوم تمام في كل أسفاره في أي مكان يروح يصلي تمام يصوم لأنه كثير سفر لفترة طويلة وهي لمدة سنة الآن راح تزيد فأنت كثير سفر يا ابني. أحسنتم سيدنا. سؤال الأخت الكريمة أم عباس تقول أختها طلقت وصار شهرين وداخل فترة العدة إجت مشي عليها. لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأن المطلقة الرجعية تعرفون احنا عندنا 3 طلاقات. نعم. طلاق الأول رجعي، طلاق الثاني رجعي، طلاق الثالث بائن. نعم. بائن يعني ما يقدر يرجع عليها. فالطلاق الأول والثاني يقدر يرجع يعني الآن يقدر يتصل وين هو سافر يابا أنا رجعتك خلص. فلذلك الفقهاء يقولوا المطلقة رجعيا هي زوجتهن. هي زوجتهن المن للمطلق. نعم. يعني يقدر بأي حركة وبأي كلمة يرجعها كن إلا تنتهي فترة العدة. أحسن. فلا يجوز خطبتها أو لا تجوز خطبتها وما إلى ذلك ومن عقد عليها في أثناء العدة ودخل بها تحرم عليه مؤبدا فديروا بالكم بابا خل تخلص العدة وبعدين افعلوا ما تريد. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ مجيد عنده عوق في إيده الله يمن عليه بالعافية وعنده 3 أسئلة. السؤال الأول فيما يرتبط بالوضوء يسأل عن كيفية الوضوء. يعني هو يقول أخوتي يسكبون ماء على إيدي ويعينون على ذلك. لا بأس أن يلقوا الماء عليك وأنت تغسل لا إشكال في ذلك سواء أنت تمسح من فوق أو من تحت المهم أن تغسل إيدك غسل كامل للضرورة طبعا لأنه هو بلا إشكال. نعم. والسؤال الثاني كان عن يعني الاستنجاء أو الاستبراء. شوف حبيبي أنت لما تتبول حشل سامعين فأنت على حال لابد أن تتنزه عن البول يعني تتطهر. شلون؟ إما بالماء أو شيء آخر بس الماء هو المطهر للبول. فلازم أن ماذا؟ أن تعمل خرطات 9 وبعد ذلك تغسل مكان مرتين إذا كان أكو كاس أو بطل أو مرتين تدير ماء حتى يطهر المكان. طيب فيما يرتبط بالصلاة وعبارة علي ولي الله في الأذان علي حال مستحب أن يذكر علي بن أبي طالب وإن كان هو ليس من فصول الأذان ولكن صار شعارا للشيعة فما في إشكال. في داخل الصلاة لا يجوز. في داخل الصلاة في التشهد الوسطي أو التشهد السلامي أن يذكر الشهادة الثالثة فإنها على حال مخالفة والفقهاء يحكمون ببطلان الصلاة. ولكن الصلاة على محمد وآل محمد لا واجب أصلي لأن الصلاة على محمد دعاء. نعم. والصلاة قرآن ودعاء. الصلاة قرآن ودعاء. سبحان ربي العظيم هذا على حال ذكر الله ودعاء. أما أشهد أن عليا هذا كلام آدمي أن تبدي شهادتك. نعم. إذا لم يكن كلام فيه دليل خاص فلا يمكن إحنا أن نذكر شيء. فورد دليل خاص أنه التشهد
أشهد أن لا إله، كلام آدمي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. أما أشهد أن عليا ماكو دليل عليه، فلذلك الفقهاء قالوا مقدر عليه في الصلاة أنه فيه مشكلة. نعم. واحد قال يا بي علي نفس محمد صلى الله، أنت وأنا وأنت أبوى هذه الأمة أو من نور واحد أو من نفس واحدة، يقول كل هذا كلام صحيح، ولكن بحسب الأدلة التي نحن لابد أن نسير عليها، وهي أدلة توقيفية وعمل توقيفي، لابد أن نلتفت إلى ما ورد في سنة أهل البيت اللي هو بنص الصلاة تحديدا. أحسنتم سيدنا. الأخ يوسف، بيت جدة عندهم أرض باعوها وأمه توفت بعد ما صارت التركة، ويقول يمنعون الميراث على النساء فقط على الرجال، وهذا ضمن الحرام الكبير الذي تقع به بعض العوائل والعشائر. فالبنات النساء لا يعتبرونهن أنهن صاحبات حق، خصوصا أنهم الزوجة، والله واحد غريب أدري الزوجة غريب بس حق هذا. والإرث حكم الله، واحد يقول يا بحقها ما يخالف حقها بس حكم الله، وهذا الحكم لابد احنا نجريه، الا صاحب الحق يقول انا ما اريد هذا شيء اخر، فهذا اكل مال بالباطل، ورب العالمين توعد من اكل المال بالباطل انه سيصلى نارا على حال سعيره. احسنتم سيدنا الكريم. الاخت سناء تقول بالسادس ابتدائي اصلي واصوم، لما كبرت تمرضت لمده 10 سنوات، انقطعت عن هاتين العبادتين، سويت العملية وهسا قدرت أرجع أصلي وأصوم، ماذا عن السنوات السابقة؟ مسألة الصيام، تقولي كنت مريضة وما أقدر أمشي وما أقدر كذا وما أقدر كذا، إحنا نقول يا أبي هذه مرض مزمن عدها لمدة 10 سنوات. نعم. فتطي عن كل شهر 22 كيلو ونص طحين. نعم. عن كل شهر 22 كيلو ونص، فعشرة أشهر يصير 225 كيس طحين، يعني 4 كياس ونص تنطيها شنو؟ طحين. نعم. هذه للفقير، هذا عن الصوم. أما الصلاة، ليش ما كنت تارك الصلاة 10 سنوات؟ ليش تارك الصلاة؟ الصلاة ليش تتركوها؟ قال النبي الأعظم وعن الأئمة الأطهار أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، يعني بأي حال لا تترك الصلاة. شلون تتركون الصلاة؟ يعني الصلاة أنت قاعد تصليها، يعني راسك شكل بعينك بالرموش، صلاة بالرموش. نعم. سامعين صلاة بالرموش؟ إيه، واحد نايم ومجلوط وما هذا مشلول بس يقدر يحرك رموشه، الله يطيل عافية، واحد من مقاتلين والمجاهدين، من المجاهدين مضروب على حال بالنخاعش، بس راسه على حال يشعر به وكذا، وهو يصلي. نعم. يصلي ورد على الأصحاب للأجل. أما تتركون الصلاة، عجيب يعني ذاك الرجال الثاني يقول أنا ترك الصلاة. أحسنتم سيدنا الكريم. من سؤال الأخت سناء، هسه بالنسبة للصلوات السنوات السابقة المفروض تقضيها، لازم تقضيها بني. نعم. أبو حوراء يسأل عن قراءة القرآن، يقول والله دخنا كل من يحكي شيء ما فهمنا شنو الحكم الصحيح. لا شوفوا، أنا إذا تبدون أفصلها بس يأخذ وقت. لا، الوقت سيدنا ضيق، فياريت الإجازة لطفة. شوف حبيبي، الكذب على الله مفطر، أن واحد يكذب على الله مفطر، يعني يقول هذا قاله الله ولا أن الله. هذا كلام الله وكذب يعني بالخطأ، هذا الله ما قاله، واضح؟ فأنا لما أقرأ القرآن خطأً أقرأ خطأ، ولكن والله هاي قراءتي ما أريد أقول هاي قراءتي هي كلام الله، هاي قراءتي هي حكايتي، هي قراءتي للتعلم، قراءتي أنا أريد أن أتلفظ كلام الله، ما أريد أن أنسب قراءتي إلى الله، أقول قراءتي المغلوطة الله قالها. ماكو واحد يقرأ القرآن يقول هاي قراءتي هي الله قالها، يقول أنا أقرأ القرآن خطأً، إن شاء الله سبحانه وتعالى الله يعلي حال يمن علي أتعلم، أنا مصيب الحمد لله. فأنت تقرأ بعنوان حكاية كتاب الله، تعلم كتاب الله، وتتلفظ كلام الله، ولكن لا تنسب تلفظاتك وقراءتك لمن؟ لله. قد تكون هو مو محتاج يقول كلمة أصلا، طيب داخلك كلش كافي. أحسنتم سيدي، إن شاء الله انتهيت المشكلة. إن شاء الله تعالى. نفس الأخ أبو حوراء مبلغ قال له تشتري دجاج وتوزع روح والدي، فيقول وزع قسم من عنده والباقي أنطال العين، وقال لهم وصاهم مؤسسة العين،
وصاهم بما أوصاه به هذا الأخ. ما أدري ليش أقول ما أدري، لأنه ما أدري يعني الأخ اللي أخذ الفلوس في تلك المؤسسة عمل بتلك القضية. أنت لما موصى يا بفلان قضية سويها، تريح تنطيها المؤسسة تقول لا بيجيبوا كفاراتكم، جيبوا ما أدري نذوراتكم، جيبوا أموركم، إحنا نسوي بما. أما هذه القضية صارت لو لا ما أدري واقعا ما. كن أنت تتحقق من المؤسسة نفسها. ولكن على أي حال إذا أنت مطمئن أنه واقعا اشتروا دجاج ووزعوه إلى الأيتام، ممتاز، إذا مطمئن كافي. ولكن لا أدري أنا شخصيا ما. عليه هو أن يتحقق من المؤسسة. إيه أنا موصيني يا شيخ، أنا موصيني على قضية، فأنا أروح أسوي الشغلة. أما أروح أعطيها لجماعة أخرى وهم ما شاء الله مشاريع ضخمة وكثيرة، فلوس تضيع بين ما أعرف يعني. أنا لا علم لي، لا علم لي، فأنت روح أطمئن لهذا الأمر. أحسنتم سيد. الأخ أبو عباس مريض جلطة دماغية ويقول ما أقدر أصلي وأصوم، وحضرتك تقريبا جاوبت على سؤال لا قبل قليل إنه ما في شيء يمنع من الصلاة. حجي ما يصير ما تصلي، صلي ولو إيماء، خلينا نعلمه. نعم. تتوضأ لو تقدر تتوضأ إن شاء الله، إذا ما تقدر هم يوضوك يعني يساعدوك في الوضوء جيد. وشون تقدر تقعد توقف تنام شلون؟ أي طريقة اللي تقدر عليها قول الله أكبر، اقرأ على لسانك خو ما مجلوط، اقرأ الحمد والسورة. ما تقدر تنحني هالشكل، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي، هيك بالإشارات هذه تقدر عليها. أما تترك الصلاة والله أنا مجلوط، هذا مو عذر يا حجي. اللي يقدر عليه سيدنا، حتى لو نايم بالفراش وما يقدر يحرك، حتى لو نايم بالفراش ولكن بالذي يمكن له رب العالمين. أول أحسنتم سيد. الأخت الكريمة فاطمة تتكلم عن اللي كتبون على كتب الزيارة في الأضحى ملاحظة المقدسة. جدا سليمة، ملاحظة جدا واعية. أقول لجميع الأخوات اللي يكتبنا والله شفت حلم كذا وكتبوا فلان شيء 25 مرة، وزينب الكبرى قالت إذا ما تكتبوه راح أحد أولادكم يموت، كل خرافات، في خرافات في خرافات. والتصرف في كتب الدعاء، والتصرف في كتب الموقوفة، والتصرف في كتب موجودة للغير بالكتابة، هذا حرام. لا يجوز لنا أن نتصرف في شيء ليس لنا، حتى لو تكتبين آية قرآنية ما يصير، ما يجوزك أن تكتبين اسم، هذا تصرف. هذه مباح لي أن أفتح أقرأ وأسده وأخليه، ما مباح لي أن أشقه، وما مباح لي أن أكتب، ما مباح لي أن أطويها. بني التصرف في مال الغير حرام، لا يجوز ذلك. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت أم أيمن تقول أقدر أقوم وأمشي عادي، بس من أصلي أخلي مخدة جوا ركبتي بسبب السوفا. لا إشكال في ذلك، ولكن لا تكون المخدة صلبة اللي شنو تصير مكان ركبتها أعلى من شنو من المساجد الأخرى. ليش أنا قلت بطانية؟ ليش قلت أنا فد سفنج مثل سفنج؟ أنا عندي يعني عندي سوهوان أيضا، عندي سفنج ضغطة قوي. نعم. أوقف أصلي عليه، وما بي يعني ما بي نزلة وصعدة، بس لين رجلي على حال ترتاح. أما تخلين مخدة عالية راح يصير ركبتك في مستوى أعلى من المساجد الأخرى من هالباب. هذا واضح. سنتم سيدنا. سؤالها الآخر مو هي سؤالها، سؤال جنتها اللي وياها بالبيت، حامل 6 أشهر تصوم يومين وتفطر يوم واحد. بابا هذا على حال برنامج نفسك سويتي، هذا ما معلوم أنه يجوز، يعني أنت صحتك طيبة والحمل مو مرض، الحمل نعمة إلهية الله بطيش إياها، وإن شاء الله تقومين بالسلامة. لا باكر تبدأين صومين كامل، صومين يوم يومين ثلاثة أربعة إلى آخر الشهر إن شاء الله بسلامة وعافية. شو وقت ما أنت صمتي في الأسبوع كامل قلت سيدة جاء يحس أنه أنا جاء أموت، أنا كلش كذا، لكن الوقت يقول يا بي أخذيك استراحة. أما أنت حاطه جدول، وهذه الاستراحة تقضيها طبعا بعدين يعني بلا أشكال، فبنتي ليس صحيحا، حاولي أن تصومي. أحسنتم سيدنا الكريم. أم هادي تقول الظاهر مشكلة اجتماعية، يعني أهلها كل مدة يسوون مشكلة ويمنعوها من دخول البيت، وحضرتك داخلتها وصار عندك واقع الحال. ما أدري أستاذ مرتضى، أنه واحد يقول الدنيا كلها ضدي، أنا ما أقدر أقول كل الدنيا مو خوش أوادم وكذا، ما أقدر أقول، ولا أقدر أقول أنهم هم واقعا منصفين. مشكلة لازم نسمع الطرف الآخر، يعني أسمع والدك يقول كذا،
فانت ما معقوله انا اقول لواحد يا ابو كذا تعال ساعدني هذا العلاقه المسواك شيلها، اخوي يقول لي ها انت عندك ارتباط ويا، ما معقوله يعني اخوي هالشكل يشكك بيه. فاكو قضايا لابد الانسان هو يلاحظها، ان لا يكون هو يفتح مجال للاخرين حتى يشككون فيه. لا يفت... يعني شوف يا اختي، رحم الله من جب الغيبه عن نفسه، يعني رحم الله الانسان ان يسوي اشياء ان يبعد نفسه عن الشبهات، يبعد نفسه عن كذا. فانت حاولي ان تسوي قضايا اللي الاخرين يبداون يتحسسون ويعادون. انا شخصيا عندي ضمن الوضع يعني العام للعائله انه بعض الفتيات حركتهن يعني شبهه، فلذلك بسرعه يفسروا تفسير غلط. ليش؟ شنو الداعي جات طلعين تخلين مكياج؟ شنو؟ وين رايحه؟ وليش ما تلبسين مثلا كذا؟ فهاي القضايا مثال هذا سيدنا بلي مثال امثله هاي امثله. فاقول بنتي انت على حال لازم اسمع ايش يقولون، ولكن دعوتي لكل الاباء والاخوه انه الله الله في بناتكم، ارأفوا بهن فانهن ريحانات ولسن بقهرمانات. لا تحاولوا ان تتصرفوا معهم تصرف قاسي، لانه قد يولد على لا سمح الله ردود فعل سلبيه. كونوا على وئام ولطف كما تحب الله ان يلطف بكم في اموركم. احسنتم سماحه السيد رشيد الحسيني الاستاذ في الحوزه العلميه في النجف الاشرف وافر الشكر وعميق الامتنان على كل هذه الاجابات المهمه. شكرا جزيلا. الله تعالى بارك الله بكم حياتي. الله يحفظكم. نسالكم الدعاء. الله يبارك فيكم. ولكم مثل ذلك من الشكر مشاهدنا الكريم. ان شاء الله نلتقي يوم غد باذن الله تعالى على نفس الموعد. حضر اسئلتك من الان، وان شاء الله يوم غد نسمع صوتك المبارك. شكرا، في رعايه الله وحفظه.